طب تمام. دكتورة نورة الجواري، بيكلور في ميديسن اند جنرال سيرجري، منصورة يونيفرسيتي، كلينيكال نيوتريشن سبيشاليست اند ايشيان ممبر، هيد اوف نيوتريشن يونت ات دار الشفا هوسبيتال اند نيوتريشن انستراكتور. تمام. انا النيوتريشن بتاعي اخده من الناشونال نيوتريشن انستيتيوت، اكيد انتوا عارفينه هنا في القاهره يعني، معهد قومي للتغذيه. انا هتكلم معاكم النهارده عن البيزكس اوف نيوتريشن. طيب ماشي تمام. احنا النهارده هنتكلم عن البيزكس اوف نيوتريشن. تمام. طبعا اي حاجه في الدنيا لازم يكون فيها يعني كيز او مفاتيح بنعرف بيها ازاي هنشتغل في النيوتريشن. اي حاجة حتى في حياتنا احنا شخصيا، علشان ندخل في حاجة جديدة لازم يبقى فيه مفتاح معانا. خلاص. طيب احنا النهاردة هنبتدي اول حاجة هنتكلم فيها الاجندة، يعني التوبكس هقولها النهاردة، الكيز اوف نيوتريشن، انرجي اند انرجي بالانس، المين نيوتريانت اون فود، الماكرو نيوتريانت، الكربوهيدرات، واخيرا الكونكلوجن. هنبتدي النهارده اول حاجه الانترودكشن، كانترودكشن للنيوتريشن. فور ميني ييرز يعني كان في كونسبت عند البيبول كده ان في حاجه اسمها باد فود وجود فود. تمام. ان في حاجات وحشه اللي هي الفات، ما حدش يقرب من الفات يا جماعه، مش حلو. ولا دي الحاجات الكويسه ان احنا ناكل فروتس كتير وفيجيتابلز وميلك وبس. حتى الكربوهيدرات مش حلو، او هما في دماغهم ان الكربوهيدرات يعني عيش، يعني حاجات اللي هي نشويات. طبعا ده كلام خاطئ تماما. يعني مع بعض ان شاء الله هنعرف ان احنا حتى الفيتامينز والمينرالز ايه ممكن يكون فيها حاجات ضاره لينا، وفي نفس الوقت ان الكربوهيدرات والفات جسمنا محتاجها ولو بكميه معينه على حسب الويت، علشان نقدر ان احنا نستفيد بيها في الجسم بشكل معين. طيب ايه هي اول كي في النيوتريشن؟ هقول لكم شويه حاجات ترمينولوجي كده عشان نعرف بس مش طيب. تمام. طيب احنا قلنا عشان نبتدي اي حاجه في حياتنا في كيز او مفاتيح لازم نبقى تبقى معانا عشان طيب تمام. احنا قلنا ان اي حاجه في حياتنا لازم يبقى فيها كيز او مفاتيح نبدا بيها اي شغل عشان نحقق نجاح معين. المفاتيح بتاعت النيوتريشن اللي هتكلم معاكم فيها النهارده هي في الاول هقول لكم شويه حاجات ترمينولوجي كده نفهمها، دي على اساسها هتقدروا تشتغلوا بعد كده في النيوتريشن او في الاوبستي. تمام. طيب ايه هي يعني ايه نيوتريشن؟ يعني ايه كلمه نيوتريشن؟ نيوتريشن بروسيس باي ويتش ليفنج اورجانيزم ريسيف ماتيريال اند يوز ذيم تو بروموت اتس فايتال اكتيفيتيز. بناخد بنتغذى بطريقه معينه علشان نقدر نقوم بالوظائف او الحاجات اللي احنا بنقوم بيها في حياتنا. طيب النيوتريشن بيحصل عن طريق حاجه اسمها نيوتريانت. النيوتريانت ايه هو النيوتريانت؟ هو السبستانس او الشيء اللي احنا بناخده بيحصل له دايجيشن وابزوربشن تو بروموت بودي فانكشن. تمام. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ايه نيوتريشن وايه نيوتريانت. طيب ايه دايت؟ دايت هو سيلكشن اوف فود ويتش از نورمالي ايتينج باي بيرسون اور بوبيوليشن. احنا اللي بنختار الدايت بتاعنا، ما حدش بيختاره لنا. ايه الفود؟ الفود سبستانس وين ايتن دايجستد ابزوربد بروفايد انرجي اند جروث. طيب احنا عايزين نوصل لحاجه اسمها بالانس دايت. البالانس دايت هو الدايت اللي بروفايد ادكويت اماونت اوف اول نيوترينت. يعني زي ما احنا قلنا ما ينفعش ان حد نقول له مثلا كل فواكه كتير، كل خضار كتير، كل الوان، اوعى تقرب من النشويات، مفيش حاجه اسمها كده. لازم يبقى في بالانس دايت على حسب الويت اللي قدامي. خلاص. طيب ولو ما حصلش البالانس دايت ده هندخل البيشنت معانا في حاجه اسمها مال نيوتريشن. المال نيوتريشن هو incorrect amount of nutrient intake زي ما انا قلت لكم دلوقتي. طيب النيوتريشنال ستيتس هي الهيلث ستيتس ذات برودوسد باي بالانسد بتوين requirements اند انتيك. ما هي البالانس دايت، بس النيوتريشنال ستيتس يعني مقصود بيها ان احنا بنقيم الحاله، هي الحاله النيوتريشن للي قدامك ايه؟
هي دي الستيتس يعني حاله. تمام. طيب نيوتريشنال اسسمنت دي الميجرمنت اللي احنا بنعملها, ودي محاضره لوحدها ان احنا بنعمل اسسمنت للاوبيز بيشنت. ميجرمنت اوف نيوتريشنال ستيتس باي انثروبومتريكس بايوكيميكال داتا دايتري هيستوري. بناخد من البيشنت شيت في الحاجات دي, وبنعمل له حاجات اسمها انثروبومتريكس بناخد فيها قياسات البيشنت كلها, وانا هفهمها لكم في المحاضره لوحدها. طيب الدايتيشن اللي هو احنا اللي هو البيرسونز هو ابلاي ساينس اوف نيوتريشن تو بيبل ان هيلث اند ديزيز. احنا اللي بنستخدم علم التغذيه على الناس علشان نعالجهم من امراض, وغالبا بتبقى امراض مزمنه. يعني بعد فتره من ان البيشنت بيقعد معاكي وبتاخدي له هيستوري وانثروبومتريكس وبتدي له بتعملي له ميل بلاننج على حسب الكرونيك ديزيز اللي عنده, بيبدا حالات مثلا الهايبرتنشن دايابيتس بتبدا تقلل جرعاتها فعلا. الناس اللي هي مثلا هاي كوليسترول بتقلل التابلت, وساعات بيوقفوه تماما على فكره. ماشي. فهو ده الرول بتاعنا احنا يعني كدايتيشن, احنا المفروض نعمل كده. لا 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 طبعا لا طبعا. بصي احنا مش المفروض ان احنا يعني انا اغلب حتى البيشنت عندي مش كلهم ناس اوبيز على فكره. انا بيجي لي ناس ايديال فعلا, يعني بحطهم على الشارت كده بيبقوا ايديال, بس هم جايين عشان صحتهم. يعني جايين عشان ايه؟ انا عندي انيميا, انا عندي هايبرتنشن, ست مثلا كبير اولد ايدج مثلا 50 سنه او حاجه, انا باخد يا دكتوره الكيس ده ملان ادويه مش عارف اكل ايه, مش عارف اكل صح. احنا عاداتنا وتقاليدنا اكل غلط. فانا ببدا افهمهم. انا الفيرست فيزيت ممكن تقعد معايا على فكره ساعه, بقعد احط لها كده الفود بيراميد وبفهمها 1 2 3 4, هناخد من كل حاجه ايه على حسب الويت, على حسب الحسابات اللي انا فاهمكم تعملوها ازاي. تمام. طيب ايه هو بقى الميتابوليزم؟ الميتابوليزم دي changes taking place in the body as a result of body activity. ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناخد مثلا كربوهيدرات, فات, بروتين؟ هفهمكم الرحله اللي بتمشي جوه جسمك لما بتاخدي حاجه عشان تبقي فاهمه انت لما بتدي للبيشنت حاجه بيعمل ايه في جسمه, ايه التغيرات اللي بتحصل. الانابوليزم هو عباره عن كومبلكس مولكيولز ار سنسيتايزد فروم سمبل وان, يعني حاجات عمليه البناء بنكون حاجه معقده من حاجات بسيطه. الكاتابوليزم از ريفرس, يعني بنعكس بقى بنكسر, هي عمليه الهدم هي عمليه الكاتابوليزم. طيب الكالوريز دي اهم كي هقولها لكم النهارده. الكالوري هو ده اللي البيشنت دايما بيجي يسالك عنه على فكره. انا محتاج انا ايه الارض ايه بتاعي, انا محتاج ايه في اليوم, محتاج كام كالوري. الكالوري ده اليونت بتاعتنا او المفتاح اللي بتاع اي دايتيشن ماشي فيه فعلا. اليونت اوف ميجر ذات انديكيتس اماونت اوف انرجي وبتين فروم فود. ال1 كيلو كالوري بيدي 1000 كالوري. ال1 جرام اوف كربوهيدرات بيدي 4 كالوري. الحاجات دي لازم تبقوا عارفينها, وفي الحسابات هعرفها لكم تاني. ال1 جرام كربوهيدرات هيدي 4 كيلو كالوري, وال1 جرام بروتين 4, الفات هيدي 9, الكحول ده مش بتاعنا طبعا بيدي 7. طيب ايه الديستريبيوشن اوف كالوريز, يعني ايه النورمال ديستريبيوشن؟ لما اجي اعمل ميل بلاننج باذن الله هنلاقي ان احنا هنحسب من التوتال كالوري بتاع البيشنت 15% لازم يكونوا من البروتين لازم. طيب تمام. هنرجع تاني للديستريبيوشن اوف كالوريز. زي ما قلنا ان احنا بنعمل توزيع الكربوهيدرات على حسب الويت اللي قدامنا, ودي لوحدها تبقى محاضره لوحدها اللي هنقول فيها الميل بلاننج. بس لازم اي جسم فينا بيحتاج 15% على الاقل كالوريز بروتين, 55% كربوهيدرات, 45% فات. عشان كده دايما هتلاقيكم بتقابلوا كتير, او بعدين ان شاء الله في البراكتس هتلاقوا كده, الناس اللي جايين صايمين تماما عن الكربوهيدرات تماما, هيقول لك انا بقالي اسبوع ما باكلش كربوهيدرات خالص وما بخسش. بالعكس ده انت ممكن تلاقيه زاد. ليه بقى؟ لانه جسمه محتاج 45% من التوتال كالوري كربوهيدرات. ممكن الاقي مثلا حد البادي ويت بتاعه 120 او 100 مثلا كيلو, والاقيه ماشي على منيو او دايت 500 كالوري, هو اساسا احتياجه 2500. فده نيفر ان هو يبدا اصلا مع عمليه ميتابوليزم اصلا, او بيزل ميتابوليك ريت بتاعه يبقى طبيعي. لا يمكن, لازم ندخل له النورمال رينج اوف كربوهيدرات فاتس اند بروتين عشان يبدا جسمك الحرق.
بنبدا نحسب له منيو، بيبدا يقول لك ايه ده انا هاكل كل ده واخس. اه هتاكل كل ده وتخس، وبيخس فعلا. مين اللي قال ان هو مش محتاجها؟ لا هو مش بيقلل، هو في، احنا زي ما اتفقنا، هو في كونسبت بتقول ان انا، لا انا مش اكل كرب اصلا، انا مش هاكل رز ولا مكرونه ولا عيش عشان ما اتخنش، وبيجي يا زايد يا ثابت. لا زايد، بيجي لي حالات زايد كتير جدا على فكره. ليه؟ الجسم لما بيتحرم من حاجات اساسيه بيبدا التخزين يبقى اعلى من الحرق، وده اللي بيحصل. ما الحتت دي هتفهموها لما نبدا نحسب الكالوريز واعمل لكم ميل بلاننج، هتفهميها في الانرجي، هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده كمان. طيب الانرجي، الانرجي اللي هي الطاقه اللي بتدخل الجسم عن طريق الفود. Food is the body source of energy. Food provides energy. We need energy to grow, be active, and to maintain health. Different types of food provide different amount of energy. طيب ايه هو الانرجي بالانس؟ يعني ازاي بنعمل توازن في الانرجي؟ ودايما يعني دي انا بقولها للناس في عمليه التثبيت. يعني بنحسب الانرجي ان بيساوي الانرجي اوت. اه ده البالانسد، يعني يبقى ثابت، بحسب له الكالوريز اللي هو محتاجها، وبنحسب انت ايه الاكتيفيتي بتاعتك خلاص، وبتحرق قد ايه كالوري، فبيبقى اللي داخل جسمه بيساوي اللي خارج، فبيفضل ثابت. تمام. طيب ايه هو الانرجي ان؟ يعني الانرجي ان او الفود اللي بيدخل جسمنا بيبقى ريجوليتد عن طريق ايه؟ طبعا ثلاث حاجات. اول حاجه الابيتايت، انيشيتس ايتينج ثرو ذا سايت سميل اند تيست اوف ذا فود. الهانجر is feeling that motivated us to eat, controlled by hypothalamus. Satiation is feeling of satisfaction and fullness cause us to stop eating. يعني احنا اول حاجة بتخلينا يعني تدخل انرجي او بتدخل فود ان احنا بيبقى في احساس بالجوع، عايزين ناكل، وبعد كده بناكل فبنبدأ نحس بشبع وامتلاء فبنبطل اكل، وده طبعا كله controlled عن طريق الهايبوثالاموس. يعني طيب الانرجي اوت بقى، احنا الطاقة بقى بتخرج ازاي؟ احنا عرفنا بتدخل عن طريق ايه او مراكز ايه. بتخرج عن طريق ثلاث حاجات مهمين جدا: البيزل ميتابوليزم، الثيرميك افكت اوف فود، الفيزيكال اكتيفيتي. البيزل ميتابوليزم ده بيمثل 50 لـ65% من الاوت انرجي من جسمنا، وهنعرف دلوقتي ايه هو البيزل ميتابوليزم. تاني حاجة بعده على طول الفيزيكال اكتيفيتي. طبعا طبعا يعني الحد اللي هو مش بيعمل اكتيفيتي خالص مش زي المودريت، مش زي الهاي، كل واحد وليه اكتيفيتي معينه في اليوم بتاعه. ال 10% دي السيرميك افكت اوف ذا فود. في ناس برضو يعني تقول انا ما باكلش الاكل غير بارد تماما، ما اقدرش احطه في بوقي حتى لو دافي. دي يعني معلش انا بقول لها، خاصه الدرينكس دايما بقول لهم معلش خدوهم يعني فيهم شويه يعني سخونيه عشان تاخدوا الحته دي السيرميك افكت. الحته السيرميك افكت دي او جسمنا بيزود او بيفقد طاقه حراريه من الحراره الداخليه. ما هو دي غلط، ما هي دي غلط. ما احنا جسمنا بيفقد 10% و10% من التوتال ويت، مش قليل على فكره، يعني جزء لا يستهان به. فدي لوحدها بتخدم معايا في اي دايت طبعا يعني. تمام. طيب ايه هو البيزل ميتابوليك ريت؟ البيزل ميتابوليك ريت هو الانرجي نيدد تو مينتين بودي بروسيس ات ريست. فور موست ادلت البي ام ار اكتر من ثلثين الديلي انرجي اوتبوت. يعني دي ممكن طاقه بنفقدها اثناء الريست، جسمك بيبدا يحرق اثناء الريست، اثناء ما فيش حركه خالص على فكره، ممكن يفقد لحد 30% من الانرجي اللي دخلته وهو قاعد ريستنج. ايوه هو قاعد ريستنج، 30 من اللي داخله. بس في فاكتورز بقى، هو بيفقد من غير اي مجهود، بس في فاكتورز يا اما بتعلي البيزل ميتابوليك ريت يا اما بتقلله، زي الايج مثلا. احنا دايما لما بيجي لنا حد يعني حد عجوز شويه بيقول لي انا سمعت ان الناس الكبيره حرقها وحش. هي دي المقصود بيها في البيزل ميتابوليك ريت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. وانت توليت يعني انت طيب تمام.
فكرة ان انت يعني ايه الجزء اللي هو بتاع الترمينولوجي كله اتقال، ف البيزك بيزكس طبعا. فانا ممكن بس نرجع من اول الانرجي، يعني ممكن ارجع لك من اول الانرجي خلاص، بس مش من اول قوي. تمام. دكتورة ايه بس؟ دكتورة ايه اسمك؟ مروة. عملي مروة. بصي يا مروة سريعا كده بس عشان بس ما تتوهيش مني الحاجات اللي قلناها في الاول خلاص. هي انا قلت لهم بس في الاول شوية كيس كده او مفاتيح في النيوتريشن كترمينولوجي كده، او يعني حاجات تبقي عارفاها بس قبل ما تشتغلي في دايت او في النيوتريشن عشان تبقي عارفة انت بتتعاملي ازاي مع بيشنت. يعني عرفتهم مثلا يعني عن ايه كالوري، يعني ايه دايت، يعني ايه نيوتريشن، يعني ايه نيوتريانت، يعني ايه الفرق بينها وبين فود، ايه الفرق بينها. الحاجات دي بتفرق معاكي في الشغل بعد كده. تمام. ممكن في البريك اب اقولهم لك بقى خلاص. طبعا مش حفظ، هو انت بس افهمي الفروقات بينهم عشان بعد كده لو استخدمناهم في يعني في الكورس تبقي انت عارفه انا قصدي على ايه. خلاص. طيب احنا الانرجي خلينا من اول الديستريبيوشن في كالوريز. احنا اتكلمنا اخر يعني كبدايه للانرجي قلنا الكالوريز دي او الكالوري اليونت او اهم كي بتبقي ماسكاه في ايدك لو انت دايتيشن. لازم تبقي عارفه يعني ايه كالوري، هو ده الوحده اللي انت شغاله بيها اصلا. قلنا وحده الكربوهيدرات او الواحد كربوهيدرات 1 جرام كربوهيدرات بيدينا 4 كالوري، الواحد جرام بروتين بيدي برضو 4 كالوري، الواحد فات بيدي 9 كالوري. خلاص. طيب قلنا ايه الديستريبيوشن اوف كالوريز، او ده اللي لازم يتاخد للبيشنت. اي بيشنت بنحسب له التوتال بعد كده هقولها لكم في الميل بلاننج. بنطلع له 15% بروتين، 55% كربوهيدرات، 45% فات. وكنت لسه بقول نورهان تقريبا ان ما ينفعش ان حاجه من دول تقل عن برسنتج دي او تتمنع تماما. البيشنت بيجي لك يا ثابت يا زايد لو في حاجه من دي حصل فيها خلل او اختلال. في ناس مع نفسها بتمشي على دايتس هي الكيميكالز والكلام ده تقول انا بقالي شهر ثابته مع اني ما بدوقش حاجه، هي دي لانها ما بتاخدش الكارب المين انرجي اوف ذا بودي، ده اللي اول ما بيدخل الجسم بيبدا الحرق. احنا دايما الناس اللي بتنزل جيم او حاجه بنقول لها لازم قبل ما تنزلي لازم تاخدي وجبه كربوهيدرات، لازم يعني حاجه يبقى فيها كارب. اللي تقولي انا اخدت زبديه وطلعت اجري مفيش، ما ينفعش، لازم يبقى في بريكفاست محترم على الويت بتاعك تاخديه وتنزلي. تمام. طيب ايه هو بقى الانرجي؟ الانرجي هي قلنا الفود از بودي سورس اوف انرجي، هو بيبروفايد الانرجي للبودي. الديفرنت تايبس اوف فود بروفايد ديفرنت اماونت اوف انرجي. مفيش حاجه اسمها ده غذاء طاقه وده لا، ده هناكله وده مش هناكله، لازم يبقى كل النيوترينت معانا في الانرجي. الانرجي بالانس او المعادله الثابته اللي زي ما بنقول كده انرجي ان بتساوي انرجي اوت. ولسه قايله لهم ان احنا لو عملنا دي مع بيشنت لو عايزين نثبته بنثبت البيشنت بدي، بنخلي اللي داخل زي اللي خارج بالظبط، بس دي بتبقى ليها طبعا حساباتها. طيب نفهم الانرجي ان، احنا الطاقه اللي بتدخل جسمنا بيتحكم فيها ايه؟ ريجوليتد باي ثلاث حاجات. طبعا الابيتايت، انت عشان تدخلي طاقه بتدخلي اكل فلازم في ابتايت اصلا، يبقى انت عايزه تاكلي. تاني حاجه لازم تبقي جعانه. تالت حاجه المرحله الثالثه انك تبقي حاسه بساتسفاكشن ان انت خلاص شبعتي وبقى في امتلاء. يبقى احنا كده الانرجي ان دي الحاجات اللي ممكن نتحكم فيها. ايه الانرجي اوت؟ احنا بنخرج الطاقه دي في ايه؟ في ثلاث حاجات اساسيين، البيزل الميتابوليزم والثيرميك افكت فود والفيزيكال اكتيفيتي. البيزل ميتابوليزم بيمثل 50 لـ65%، الفيزيكال اكتيفيتي 30%، والثيرميك افكت 10%. وزي ما قلت لهم الثيرميك افكت مهم جدا، 10% من التوتال برسنتج، نسبه كبيره جدا مش نسبه قليله. الناس اللي بتقول ما باكلش الاكل سخن ما باكلش الاكل دافي دي ناس غلطانه جدا، بتحرم جسمها من فقد محترم. الجسم بيفقد بالثيرميك افكت 10%. الثيرميك افكت احنا هناخده بالتفصيل دلوقتي، ده الجسم بيفقد كالوريز او طاقه عن طريق السخونيه، الثيرميك افكت فود سخونه الاكل بنفقد بيها طاقه، السخونه نفسها
بالظبط كده. فبنفقد ايوه طبعا ايوه طبعا. لا بس السخن السيرميك افكت نفسه حتى الناس اللي بنعمل حد اللي عارفه اللي هي الدرينكس اللي هي الشاي الاخضر الكلام ده انا بشربها بارد بقول لها لا اشربي دافي شويه تمام. خالص لا كسر لا 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 من مين ما تقوليليش سالي فؤاد بليز ما تقوليليش سالي فؤاد. ميه لا ميه لا بيور ووتر انا ما بتكلمش على البيور ووتر انا بتكلم على سيرميك افكت اوف ذا فود. لا لا بيور ووتر دي قصه تانية. مش اي حد يشرب ميه ساقعه طبعا طبعا. لا لا ما هو كده ولا كده الجسم اه طبعا اه طبعا هو هيحاول ده وهيحاول ده بس انا بتكلم دلوقتي على الثيرميك افكت ان 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 السخونه نفسها يعني سيبك من قصه التحويل دي السخونه نفسها تحرق السخونه نفسها ليها يد في ان الجسم يفقد كالوريز انت فاهماني ولسه هكلمكم تفصيليا على الحاجات دي على فكره خلاص. طيب ايه هي البيزل ميتابوليك ريت؟ البيزل ميتابوليك ريت انرجي نيدد تو مينتين بودي بروسيسز ات ريست يعني احنا يعني في ريست خالص اهو وجسمنا بيحرق ده اللي جسمك بيحرقه وانت قاعده ات ريستنج خالص حتى وانت قاعده نايمه على السرير فلاتنج مفيش مشكله. الفكره ان في بروسيسز شغاله جوه في 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 حاجات اورجنز محتاجه ان هي تعمل في جسمك حاجات في سيستمز شغاله بتبقى محتاجه البيزل ميتابوليك ريت ده اللي بيمثل تلتين الديلي انرجي اوتبوت ده تلتين من فقد جسمك على فكره في الانترنال اورجنز. بس في فاكتورز دي الحته اللي احنا كنا واقفين عندها في فاكتورز بتأفكت البيزل ميتابوليك ريت. ايه هي؟ اول حاجه الايدج دايما بيجي يقول لك لو حد اولد ايدج انا حرقي وحش. بصي هي علميا صح بس هو لو اتحسب له كالوري كويس لو لو اتعمل له فيزيكال اكتيفيتي صح حتى الناس اللي بتبقى حتى روماتويد على فكره عندي بقول لهم مفيش مانع ان احنا نحط زي اللي هي الستيب باي ستيب دي زي كرسي صغير ونطلع وننزل عليه 10 مرات مش هيتعبها في حاجه بس عملت فيزيكال اكتيفيتي وبفضل الله بتنزل. فبتيجي تقول لي ده انا كنت بسمع ان ال 50 سنه ده عمره ما ينزل تمام. لا هي كعلميا البيزل اللي عندها قليل فعلا قليل عن اي حد سنه طبعا صغير تمام. الهايت طبعا الناس الطويله الرفيعه البيزل ميتابوليك ريت عندهم احسن افضل تمام. لا ما انت رفيعه يعني انت يعني خدتي حاجه من الاثنين هي كده بيزكس دي فاكتور مالناش دعوه بيها دي فاكتورز اتعمل عليها دراسات و... لا لا احنا بنتكلم كمعدل حرق. وعلى فكره انت باذن الله في البراكتس هتلاقي البيشنت قدامك كده فعلا هتلاقي فعلا نسبه انا اغلب مثلا الميلز 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 طبعا عندك 180 وحاجات كده غريبه الميلز ما شاء الله عليهم فعلا ممكن يجيبهم في الويك 5 6 كيلو حتى لو على كالوري عاليه بيجيبوها. هتلاقي بقى ده الكلام ده هيجي في دماغك الفاكتورز دي لانه ما شاء الله يعني فاهماني اه طبعا البيزل بتاعه عالي مش محتاج حتى الكالوريز والكلام ده مع شويه اكتيفيتي هتلاقي الدنيا ظبطت. طيب البادي كومبوزيشن اللي هو اللين بادي تيشو الهاير بيزل ميتابوليك ريت اللين بادي تيشو اللي هو يعني زي كميه العضلات في الجسم طبعا هيقول لك هنا عشان كده الرجاله اكتر من الستات برضو دي حته خدماهم اللين بادي تيشو. الصوت راح تاني انا مش سامعاكي خالص بتقولي ايه؟ الايدج بعد كده الهايت اه بعد كده اه سوري الجروس في التشيلدرن اند بريجننت وومن البيزل ميتابوليك ريت بيبقى هاير كل ما السن صغر كل ما البيزل عالى عشان كده دايما هتلاقي الاطفال بيجروا بيلعبوا بيتنططوا في بيزل عندهم عالي قوي فمش فارقه ودايما دايما الاطفال حتى سن تحت 5 سنين اغلب الشكوى ان مهما كان بياكل الواد رفيع ليه رفيع. لا انا اغلب اللي بشوفه سن
مش اوبيز، في اوبيز، في لا في، بس ده لا ده عشان الفاست فود، ده قصه تانية. لان اغلب المازرز حاليا يعني شيفتنج ان هم مش بيطبخوا، يعني ايه اللي هو يلا كنتاكي كده، فهو ده اللي ممكن يعمل موضوع الاوبيستي ده. البيزل بتاعها لازم بيكون عالي، وهي فاكتور، احنا قلنا الحاجات دي فاكتور ثابته يعني لا بتنطبق ليه؟ لا بصي، في فرق ان البيزل بتاع الناس ده عالي يا جماعه، وان واحده بريجننت ناس قاعدين جنبها بصواني وحلل وكل انت بتاكلي الاثنين، لا ده حاجه وده حاجه. ما هو ده النورمال، ده النورمال، ما هو انت المفروض ده الصح، ما هو هو ده الصح على فكره. انت المفروض اول الفيرست سمستر يعني تريمستر ما تزيديش فيه حاجه اصلا. بصي البيبي باشيائه بالووتر بقى والميلك والبلاد والكلام ده، هتلاقي المفروض بيعمل من 7 ل 13 كيلو مثلا. انت بتتوزني قبل ما تولدي بالظبط، وبعد ما تطلعي من الولاده، وبنحط عليها اديمه على فكره. انت جسمك بيبقى فيه ووتر كتير جدا، بينزل في خلال مثلا اول شهرين ثلاثه. عشان كده دايما اللي بتولد وتكلمني انا هجي لك تلحقيني بطني مش عارفه ايه، اقول لها لا معلش بالظبط، ثواني كده انتظري ارتاحي كده شويه 3 شهور واشوفك. بتبدا تاني شكل الجسم يرجع تاني، بتبدا المصل ترجع لمكانها تاني. حتى لو عايزه حاجات لوكال، جلسات كافيتيشن او كلام من ده، ما ينفعش فوربيدن انها تعمل حاجه زي دي مش قبل 6 شهور كمان، مش 3، لان في مصل ويكنس. يعني ما ينفعش ان انا ادخل باجهزه على بطنه وجرح وكده، لا يبقى انا كده يعني انا نفسي لما حد بيجي يقول احنا انا عملت عند كذا ومش عارف ايه، انا اقول انا بشوف ان ده كرايم، ما ينفعش. بتدخل دي ان ممكن يحصل لها يعني لا قدر الله حاجات تانية، ممكن تخش في هرنيا على فكره، هرنيا ممكن يحصل، هرنيا فتاء ممكن يحصل لها فتاء، سواء امبلايكال او كده ممكن يحصل نتيجه ان في بريشر جامد. لازم الكافيتيشن ده تعملي بريشر فظيع على فكره عشان الويفز توصل للحاجات. الحل انها تقعد الفتره المناسبه من 3 ل 6 شهور اتليست. لا ما هو ده بقى غلط منك انت اولا. ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا. انت مبدئيا رقم نمبر 1 اللي هو الشغل بتاعنا ان انت تمشي اصلا على هيلثي دايت او هيلثي فود او نيوتريشن صح. يعني في نيوتريشن فور لاكتيتنج وومن، في نيوتريشن فور بريجننت وومن. بنديكي الار دي اي بتاعك تمام، اللي هو الريكويرمنت اوف ديلي الاونس، اللي انت محتاجاه من كل نيوتريانت عندنا تمام. ده رقم 1. رقم 2 اكسرسايز طبعا، زي ما انت بتقولي لازم تتعمل. عضلاتك دي حصل فيها ويكنس رهيبه. ايوه طبعا ايوه، لازم لازم يبقى في باور هنا، لازم يبقى في حاجه، ما ينفعش تروحي وفي ترهلات او في مشكله، ما ينفعش. طبعا. وبعدين انت بقالك كتير يعني، انت عديت 6 شهور اصلا. لا لا والله انت مش اوفر على فكره، انت ما شاء الله انت اصلا لايق عليكم النيوتريشن، لايق عليكم شغلانه يعني تمام. قلنا ثالث حاجه ورابع حاجه البادي كومبوزيشن. البادي كومبوزيشن ده غالبا احنا بناخده بجهاز، يعني انا شغاله بجهاز اللي بناخد فيه مثلا اناليسز للجسم، بنطلع الفات برسنتج والماسل وكده عشان في الفولو اب. ده افضل حاجه لازم تشتغلي بيها. يعني انا لو اشتغلتي ما بقتنعش ان حد يجي موزن لي في بيت في ميزان عادي ويجي، بقول له ماليش دعوه بيه، ده ارميه شحاته واعمل فيه اي حاجه، لكن تعالى اتوزن او حتى هات لي ريبورت من ميزان محترم ان بادي، بحيث ان انا اعرف في الفولو اب انت ايه اللي حاصل. احنا بننزل فات لا ما بننزلش مصل طبعا طبعا. لا انا لو نزلت مصل هنعمل وهن، هيبقى مش قادر ان هو يتحرك. لا احنا بننزل فات، بنزود حجم عضله على فكره، وبنعلي ميه، لان اغلب الناس الميه بتبقى عندهم خالص ما بيشربوش ميه، بنعلي نسبه الميه بتوصل المفروض للنورمال 60 او 70%، وبنزود حجم العضله وبنقلل فات. وطبعا الكثافه بتاعه العظم لازم تبقى مظبوطه برضو، ما تبقاش قليله خلاص. فدي في الفولو اب بتخدمنا جدا. الرجاله برضو للاسف عشان هم طبعا ماسكولر مور ذان اس، فهم يعني البيزل بتاعهم عالي، اللين تشو عندهم عالي. طبعا. فدي النقطه رقم 2 في الرجاله اللي بتخدمه، انهم بينزلوا اسرع خلاص. الفيفر، الحراره العاليه بتعلي البيزل ميتابوليك ريت. الستريس بيعلي البيزل ميتابوليك ريت وبعض الديزيز. الانفايرمنت تمبريتشر
سواء الهيت او الكولد بيعلوا البيزل زي ما انت قلت، بس في دي ان الاتنين بيعلوا البيزل ميتابوليك ريت. الفاستنج والاسترفيشن لا بيقلل البيزل ميتابوليك ريت، والحته دي اللي الناس برضو بتبقى يعني بتتكلم فيها في رمضان، رمضان بالذات احنا بنطلع من رمضان تخنا، بنتخن في رمضان. احنا مش بنتخن في رمضان على فكره مش عشان بس العك، عشان الحته دي البيزل ميتابوليك ريت بتاعك قل نزل. لا بصي انا عايز اقولك ان اكتر الحالات اللي جات لي ثابته الاسبوع اللي فات اللي هم صاموا الاربع صاموا اربع خمس ايام متواصل ما مشوش على المنيو اصلا، فجم ثابتين. ده احنا صايمين، اللي هو صايمين صايمين، والفطار هتلاقي حاجات لا تذكر. طب احنا ثابتين ليه؟ عشان صايمين. بقعد بقى افهم بقى في الحاجات دي. تمام. طيب ايوه طبعا، ما الحاجات دي انا ايوه طبعا بس انا الفات يعني، بس ده يعني شغل بقى لما تنزلي تشتغلي. الفات ما ينفعش تسيبيه كل مره، الفات مش ما تقيسيهوش كل مره، يعني لو هنعمل فولو اب الفات تقيسيه بعد 3 4 مرات عشان يبقى نزل برسنتج محترمه، نزل هتلاقي نزل. لكن انت لو قيستي كل مره زي ما انت بتقولي الدنيا خفيفه مش هتذكر، مش هيطلع اصلا، فالبيشنت هيبقى مش ساتسفايد، هيقول لك انا ما نزلتش ولا ايه؟ فاهماني؟ لا انت حاولي كل مثلا، هو هيخس معانا على التوتال ميزان اهو، بينزل معايا كيلو 2 كيلو 3 كيلو على حسب الاكتيفيتي، وكل مثلا شهر زي ما هي بتقول هنشوف البرسنتج الباقي بقى، هنلاقيه بفضل الله نازل فات والمصل زايده والووتر زايده وكده، لو احنا شغالين صح، يعني لو احنا حاسبين له كالوريز صح. خلاص؟ طيب المال نيتريشن طبعا بيقلل البيزل ميتابوليك ريت. الهرمونز الثيرويد، هرمون الثيروكسين مثلا بتعلي او بتقلل البيزل ميتابوليك ريت على حسب هي عاليه ولا قليله. الحته دي هتقابلكم كتير جدا جدا، حته الثيرويد جدا دايما هيجوا لكم الناس يقولوا احنا مش انا الحرق، انا ما عنديش حرق، انا شاكه ان عندي الغده، او الحرق عندي عاليه يا دكتوره انا نحيفه، انا عندي الغده، الغده بتحرق اكتر من اللازم فعشان كده انا رفيعه. فالفكره ان هو ده برضو في دماغ الناس قوي ان الغده هي اساس كل حاجه في الدنيا. بالظبط، مش الاكل، الغده. واصل مش عارفه نينت مين كان عندها الغده في عائلتنا فانا عندي الغده، فلا ده طبعا كلام غير منطقي تماما. جيناتكس موجوده في الثيرويد. بالظبط، انا عشان تريحي يوم هنعمل التي اس اتش والتي 3 والتي 4 والاكتف فورمز دي كلها وهتطلع زي الفل. في ناس اوريدي بتجيلك اصلا الغده فيها مشكله على فكره، اوريدي عندها وماشيه على سيروكس. خلاص دي لو ظبطت لها الثيروكسين، او انا افضل ان دكتور الغدد اللي يشتغل معاها بصراحه، يعني انا بحترم السبيشاليتي بصراحه جدا، يعني اللي هو انا نفسي بفروض، يعني انا شخصيا ما عنديش مانع، انا ممكن اكتب لها، ايه المشكله؟ ممكن اكتب لها انا ازود الثيروكسين او اقلله في ايدي عادي، اما فيزيشن مش فارقه معايا ماشي. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انا بحب افروض على الناس اللي الحته دي بتاعتهم. بالظبط، دي بتاعته مش بتاعت انا بتاعتي كنيوتريشن اعمل لها الميل بلاننج اظبط لها، بس البرشام يبقى زي التحاليل، يبقى يخليها انسانه طبيعيه زيه زيك. فاهماني؟ لو هي اخده برشام اقل جرعه او اعلى جرعه مش هتحرق على الميزان، هتجيلي زعلانه جدا ان هي ما بتنزلش. خلاص، فدي بنعمل لها غالبا ريفير عشان نظبط الغده. طيب السموكينج طبعا بينكريز الانرجي، الكافيين بينكريز انرجي، السليبنج طبعا بيقلل البيزل ميتابوليك ريت طبعا يعني. طيب دي كالكوليشن هي شويه معقده بس مش صعبه، يعني ممكن نحسب بيها البيزل ميتابوليك ريت ارقام ثوابت، وهنضرب في الويت بتاعنا بالباوندز على الهايت بالانش. الباوند بيساوي نص كيلو، الباوند نص كيلو، الانش ال 40 مثلا انش، الانش اللي هو بناخد بيه وحده طول بيساوي 100 سنتي. فانت محتاجه في الايكويشن دي انك تحولي وزنك بالباوند وبالانش. الباوند الواحد بيساوي نص كيلو. وال 40 انش بيساوي تقريبا 101 سنتي
طولك كطول. فاحنا هنعمل المقص، ممكن نعمل المقص دي، عارفين انتوا حركه المقص دي، عشان تعرفوا تحولوا من الانش للسنتي، والباوند للكيلو دي سهله، فنعرف البيزل ميتابوليك ريت بتاعنا ايه. هقولك نقول الومن، نقول الومن هي البيزل ميتابوليك ريت بتساوي، مفيش مشكله، بتساوي مثلا 655 زائد، وتفتحي قوس، افتحي قوس 4.35% في الويت ان باوند على الهايت ان انش زائد مية. لا ما فيش حاجة اسمها 1 انش، الاربعين انش بيساوي 100 سنتي. انت شوفي كم سنتي، انت كم سنتي، فحطيها تحت السنتي واعملي اللي هو الكروس ده او المقص، هتطلعي نفسك كم انش. الباوند بيساوي 0.5 كيلو. ماشي، احسبي. بصي انت هتضربي دول، انت هتضربي الاثنين اللي فوق بعض دول في الويت على الهايت، وبعد كده هتطرحي من الاربعه وسبعه من عشره في الايدج. فهمتي ولا انت متلخبطه بالاقواس الكتير؟ متلخبطه؟ تمام. لا اسمعيني، انت هتضربي 6.23، دي اللي انت شايفاها كويس تمام، في الويت ان باونس زائد تفتحي قوس تاني 12.7 في الهايت ان انش ناقص تفتحي قوس تالت. فهمتيها؟ اهي هي. بصي الفكره ان بس هي مضغوطه وتضيفي وتطرحي. بصي في هنا انا هقول لك، ثواني هكتب لك على البورد اهي. يعني مثلا عندك المن البيزل ميتابوليك ريت بيساوي مثلا 66 زائد افتحي قوس 6.23 في الويت ان باوندز، خلاص اقفلي القوس تمام، زائد افتحي قوس تاني 12.7 في الهايت بالظبط كده ناقص. لا هو انا جايبه السلايدز دي مضغوطه عشان اقارنهم ببعض، ناقص القوس التالت. فهمتيها؟ طيب الثيرميك افكت اوف وود اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليه بقى من شويه، ده الكومبوننت اوف انرجي اكسبنشر. ثيرميك افكت اوف وود 10% من التوتال انرجي انتيك، وبيبقى فيه الدايجيشن اند الابزوربشن. الكربوهيدرات مثلا بتمثل من 5 ل 10% كثيرميك افكت. لما بناكل حاجه كربوهيدرات، حاجه فيها نسبه كربوهيدرات، بنفقد 10%. ده قصدي ان في حاجه اسمها ثيرميك افكت للفود، للاكل نفسه بغض النظر عن اي حاجه تانية. خلاص البروتين من 20 ل 30% بنفقده لما بناكل بروتين من الثيرميك افكت بتاعها، بتاع الاكل. انت فهمتيني؟ ايوه فهماني. يعني ده بس بيفقد الجزء ده لما بتاكليه، عشان كده انا قلت لكم بالظبط خالص بتفقدي ده الكمية دي. عشان كده انا دايما باكد في النقط المهمة ان الاكل يتاكل
سخن شويه او دافي، ان الاكل يتاخد فيه كل الكومبوننت ما نوقعش حاجه فيهم. تمام. طيب الادابتف ثيرموجينيسيس ده اللي ممكن ان احنا يعني نخرجه، او الطاقه او الحراريه اللي ممكن نخرجها نتيجه عوامل البيئه بقى اللي حوالينا، يعني الدنيا حر، في مثلا في حاجات مثلا كيميكالز مثلا اتعرضنا لها بيحصل زي هيتنج كده للبادي فبيفقد، زي ما هي قالت مثلا بيبدا يحول درجه الحراره لدرجه حراره تانية. طبعا هو في ناس عندها كونسبت انها في الشتاء ما بتخسش اصلا، بس ده غلط على فكره، ان هما في الشتاء ما بيخسوش اصلا. لا بتزيدي، مش اكيد عشان في عك في يعني الاكل نفسه هو اللي مش تمام، لكن مش بتزيدي لمجرد ان فصل الشتاء بيزود، فاهماني؟ يعني في ناس دايما تقول كده، لا انا الشتاء هزيد فيه. ف ماشي ما هو ما بيجوع، فانت شفتت بقى للاكل الهيلثي، يعني شفتت انك تاكلي مثلا انا لسه هنتكلم عنها اللي هي كومبلكس كارب، ناكل فشار، ناكل شوفان، ناكل بليله اللي هي الحبات الكامله دي، وتشربي ميه، دي هتشبعك جدا، هتحسسك بامتلاء، لان دي بيحصل في ديليد في الدايجيشن والابزوربشن، بتقعد فتره كبيره جدا في بطنك. لكن مشكلتها ان احنا بنجري ناكل حاجات بتتحرق بسرعه جدا. بالظبط. فبتلاقيكي بعدها بشويه، ده اللي هنتكلم عليه في بعد الريست، ان هيبقى جلايسيميك اندكس بتاعك هيعلى بسرعه وينزل بسرعه، فتحسي انك لا عايز تاكلي تاني. هي دي. تمام. دي بقى الفيزيكال اكتيفيتي، او النقطه رقم 3 اللي بنفقد فيها الطاقه بتاعتنا. احنا قلنا 3 حاجات: البيزل ميتابوليك ريت، السيرميك افكت، الفيزيكال اكتيفيتي. الفيزيكال اكتيفيتي على حسب احنا بنعمل ايه، يعني ايه دول ممكن يعني بنعمله في يومنا بحيث ان احنا بنفقد كالوريز. طبعا اول صف ده اللي هو الكالوريز بير مينيت، محسوبه برضو بالباونز. خلاص. وهنحسب دلوقتي اكزامبل على الايروبيك دانس، بنفقد على اساسها كام؟ مثلا انا عامل لكم جدولين حتى عشان تبقوا لو عايزين تحسبوا، انتوا شوفوا انتوا مثلا بتعملوا ايه في الجداول دي، ووكينج حتى او اي حاجه. طب بنحسب ازاي؟ اولا هنحول الوزن لباوند، هنضرب في 2، هنحول وزننا لباوند، مش ما هو الباوند ضعف الكيلو، فهنضرب وزننا في 2. خلاص. بعد كده هنجيب اللي هو المعامل الثابت اللي هو جنب الاكتيفيتي ده، وليكن اللي هو 0.62% ده، ونضربه في الباوندز بتاعتنا. خلاص. ضربناه مثلا سي في الباوندز بتاعتنا اللي هو 142 اللي هو الاكزامبل اللي تحت. احنا بقى بنمشي قد ايه؟ بنرقص قد ايه؟ 30 منت. نقوم ضربينه تاني في ال 30 منت. هيطلع لنا رقم 264 مثلا، ده التوتال كيلو كالوري سبنت، ده اللي انت حرقتيه في المجهود ده. فهمتوني؟ يبقى اول حاجه انت هتعرفي الويت بتاعك كام، وتقومي ضرباه في 2، فهيجيب لك الويت بالباونس. هترجعي تضربي الباونس دي في المعامل الثابت بتاع الاكتيفيتي ده بتاع الجدول ده، وتقومي ترجعي تضربيهم بعد كده في الوقت اللي انت عملتيه 30 مينتس 60 على حسب يعني. خلاص. هيطلع لك انت حرقتي قد ايه. خلاص. دي الفيزيكال اكتيفيتي. دي بقى المين نيوترينت او الفود نيوترينتس اللي هنتكلم عليها، بس يعني هندخل في الكربوهيدرات بعد الريست. المين فود نيوترينت ووتر، ماكرو نيوترينت، مايكرو نيوترينت. الماكرو نيوترينت اللي هي البروتين، الفات، الكربوهيدرات، المايكرو فيتامينز والمينرالز والتريس اليمنتس. زي ما احنا شايفينها هنا في الدايجرام، لازم برضو تبقى من كل حاجه جزء ثابت يتاخد يوميا. اول حاجه هنتكلم عنها الووتر، ثم الووتر، ثم الووتر. عمرك في حياتك ما هتاخدي برسنتج او ببادي يعني كومبوزيشن او ميزان تحليلي اللي هو الامبادي الا ما هتلاقي الووتر قليله جدا، نسبتها مثلا 30-40%، والنورمال اصلا من 60-70%، الا اذا في الحالات النحافه غالبا يعني الناس اللي هي اندر ويت، الحالات الوحيده اللي هتقابليها هتلاقي البرسنتج دي عاليه على فكره جدا، يمكن يعني هيخشوا في توكسيكيشن بعد كده. في حاجه اسمها ووتر توكسيكيشن على فكره، الناس دي عايشه على الميه وما بتاكلش غالبا، فبتقعد تشرب 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 لحد ما الدنيا بتبقى اوفر يعني. خلاص. دي الحاله الوحيده، لكن اي حاله اوبيز غالبا هتلاقي الدنيا دي 30% اتليست يعني. طيب دي بنحتاجها في ايه؟ الميه طبعا، عشان كل حاجه في الدنيا، عشان الدايجيشن، الابزوربشن، كل البادي فانكشنز، بيرجليت اللوست ثرو سويتنج سكريشن بريسنج،
لازم على الاقل نشرب كل يوم 8 اكواب ميه. انا دايما بقول للناس، حتى يعني زي مثلا نورهان، هي شطوره قاعده بازازه الميه، بقول للناس دايما بجد بجد يعني اعملوه كهيلثي لايف، ما تنزلوش من البيت الا لما يبقى فيه ازازه على الاقل لتر معاكم يعني في الشنطه، لازم لازم، خاصة طبعا في الحر لانك بتفقدي كتير، فجسمك بيحتاج برضه ووتر كتير عشان يعوض. خلاص طيب، بصي بصي، هي يعني كووتر انت جسمك محتاج من 60 ل 70%. انك توصلي مع البيشنت ان هو يشرب مثلا من 8 ل 12 كوبايه، احنا انا بالظبط كده، انا غالبا بقول للناس في مثلا الانستراكشنز بتاعت الوبيس بيشنت بكتب لهم من 2 ل 3 لتر يوميا بس، ومش بياخدها عشان نبقى واضحين، لا يمكن ياخدها لا يمكن ياخدها. انا ببقى حاطه جنبي اللي هي الازازه لتر ونص، دي حاطه 2 واقول لهم انتوا محتاجين دول، لا يمكن. يقول لي احنا لو شربنا مثلا اللي انت ماسكاه دي اللي هي 1 لتر يبقى يعني خلاص يعني، او احنا بنتوضى شويه ميه كده يجوا بقنا غلط. بجد ده اللي بيحصل، ده اللي بيتقال. فحته انك تحسب لهم ووتر، لا انت كده بتخلي الموضوع كومبليكس على نفسك انت، لا ده مش هيحصل. خلي بالك ان البراكتس يعني احنا بناخد الحاجات العلميه صح بس بطريقه مبسطه، لكن كبراكتس كبراكتس انت هتقابلي حاجات كتيره هتتصدمي فيها فعلا يعني. تمام، دي المفروض الماكرو نيوترينتس اللي هي الكربوهيدرات اللي احنا هنبدا بيها بس بعد البريك بقى، هناخد بريك. تمام طب تمام طب تمام خلاص تمام تمام ماشي. طيب احنا هنبتدي الجزء الثاني والاهم طبعا، ده بداية بقى شغلنا فعلا اللي هو الماكرو نيوترينت او الكربوهيدرات. الكربوهيدرات زي ما احنا عارفين طبعا هي المين سورس اوف انرجي فور ذا بودي، هي عبارة عن ثلاث حاجات اساسية، الكربون الهيدروجين والاكسجين، بنسبة 1:2:1. في تو كلاسز هم دولت الاساسي بتاعنا في الكربوهيدرات. لما بنقول لحد خد كارب بنقول له هتاخد سيمبل يا كومبلكس، بس طبعا الافضل الكومبلكس كارب. السيمبل زي ما هقول لكم كمان شويه، السيمبل شوجر اللي هو سكر، الحاجات اللي بنحطها على الدوناتس، الحاجات اللي هي السيمبل اللي بتتحلل بسرعه بتعلي نسبه السكر بسرعه، بتنزل بسرعه وبتجوعك بسرعه، الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الكومبلكس اللي هي الحاجات الهول جرين اللي هي زي ما عندكم في الصوره دي، الحبه الكامله، القمح، الشعير، الشوفان، الحاجات دي بتاخد فتره طويله في الجسم عما بيحصل لها دايجيشن وابزوربشن وكده، فبتحسس بالامتلاء. وفي نفس الوقت على ما تعمل ستيميوليشن بقى وانسولين يعلى وكلام من ده، هتاخد فتره كبيره جدا في الدم، الرياكشن نفسه هياخد فتره طويله، فممكن تقعدي لحد 4 ساعات ل 5 ساعات مش في اكل عايزاه، مش عايزه تاكلي، لا يمكن. بصي انت الحاجات التانية انت على فكره ممكن تاكل شوكليت تبقى مبسوطه جدا وكلتها ومزاجي فعلا فيها ماده بتزود السيروتونين والكلام ده، بس انا بتكلم على السيمبل شوكر اللي فيها لما تاخدي شوكولاته وخلاص بعديها مفيش ساعه هتحسي لا جعانه تاكليها عشان حباها. تمام. لا احنا بنتكلم دلوقتي على الايه، الهيلثي فود بقى. لا ده دي، لا ده دي كده يعني اقول لك ايه ابشع الدارك. بصي الدارك هي حلوه يعني، هي مور هيلثي، هي ككالوري يعني ايه، هي ماشي، بس هي هقول لك حاجه، هي افضل من العاديه. تمام، بس ككالوري هي فيها كالوريز برضو. بالظبط، هي لا هي لا نسبة الشوجر اللي فيها اقل كتير من الشوجر اللي في كادبري وجالاكسي والكلام العادية، الشوكولاتة العادية. لكن ال انا قصدي ايه، انا قصدي ان الدارك نفسها ككالوري او القطعة واحد، توتال كالوري واحد. يعني انا لما بقول لحد مثلا في عشاق شوكولاتة مثلا، ممكن تخلص واحدة تقعد على علبة جالاكسي تخلصها لوحدها على فكرة، علبة علبة يعني انت كده. طيب انا اعمل اكزامبل عليكي، لا ماشي الدارك، يبقى انت بصي بتحمي نفسك من كميه سيمبل شوجر كبيره على فكره، بس ستيل في كالوري، في فاهماني يعني، القطعه مثلا حته قد كده تعمل لها 100 كالوري قد كده. ما طبعا
بتحس ان مخك فيه حاجه مش مظبوطه من غيرها. بصي بصي، ما عشان نبقى متفقين، احنا في 50% من خلايا مخ البرين سيلز بتحتاج جلوكوز اصلا، فانت ما بتحرمي نفسك. يعني انا دايما الناس اللي حارمه نفسها قوي قوي من الشوجرز، في ناس بتشرب مشروبات من غير اي حاجه، حتى السويتنرز بتحطهاش. فدي بتيجي تقول لي انا بحس ان نفوخي في حاجه مش طبيعيه، بحس ان انا متعصبه عماله اضرب ولادي في حق. بقول لها ايوه يا ماما، لان انت كده حارمه، في كيميكالز قلت في نفوخك على فكره، في حاجه ناقصه. ده غير بقى بلس ان طبعا الشوكليتس قلنا فيها حاجه بتعلي هرمون السيروتونين، هرمون السعاده، يعني فرحانه مبسوطه، يعني موتك حلو. لكن لو ما اكلتيش بقى حرمتي نفسك من الشوكليتس والموز والمش عارفه ايه، الكلام ده كله هيحصل فيه دروب طبعا، ما ينفعش. تمام. طيب انا برجع لي بالزمن لورا. الاستراكشر بتاعنا بتاع الكربوهيدرات هي بتتقسم عندنا لثلاث انواع اساسيه. اول حاجه فيهم اللي هو المونو ساكرايدز، ودي اللي هو السيمبل خالص، النوع السيمبل خالص اللي بيستفيد بيه جسمنا لما بيحتاج طاقه، اللي هو الجلوكوز، الفركتوز، الجلاكتوز. الداي ساكرايد اللي هو اتحاد اتنين من المونو بيعمل السكروز، اللاكتوز، المالتوز. اتحاد بقى كمية كبيرة من المونوساكرايدز بيعمل لنا حاجة تشين كبيرة كده طويلة اسمها البولي ساكرايدز. والبولي ساكرايدز دي نوعين، في نوع دايجستبل وفي نوع نون دايجستبل. الدايجستبل بيبقى يا ستارش يا جلايكوجين في صورة الاتنين دول، والنون دايجستبل بيبقى فايبرز مينلي سوليبل وانسوليبل. تمام. طبعا احنا دايما بنقول للناس كلوا حاجات فيها فايبرز كتير، كلوا حاجات فيها فايبرز كتير. دايما هتلاقوا بتسمعوا اي حد النيوتريشن بيتكلم في الحته دي، ليه؟ لانها زي ما مكتوبه كده نون دايجستبل. لما هنلاقي الوقت الرحله بتاعه الفود او الكربوهيدرات من اول ما تحط الكربوهيدرات في بقك لحد لما توصل لللارج انتستين، هتلاقي ان الفايبرز ما بيحصلهاش دايجيشن في اي مرحله، بتبقى ديليت خالص، اخر حاجه ممكن تحصل في جسمك. فالديليد اللي بيحصل في جسمك ده بيوصلك لمرحله شبع رهيبه، تبقي مش قادره تاكلي بالظبط كده، بيحصل الساتسفاكشن بدري كمان. الاثنين الفايبرز طبعا، ما هما الاثنين نون دايجستبل. الحاجات اللي بتتهضم عندنا بسرعه وكده الستارش والجلايكوجين، دول اللي بيتهضم عندنا بسرعه. طبعا انزيمز بتهضمها، وهوريك دلوقتي في دياجرام بيبين لك بالظبط ايه اللي بيحصل في السيمبل وفي الفايبر. طيب نبدا بالسيمبل شوجرز، الشوكليتس اللي زميلتكم بتحبها. الشوجرز كلنا الصراحه بنزملكم، بس اول شوجرز انتر بلاد ستريم رابيدلي بروفايد كويك انرجي. السيمبل شوجر بيبروفايد كالوري بات فيو فيتامينز اند مينرالز، يعني بناخد منها كالوري لكن مش بناخد منها اي حاجه تانية، ما بتاخديش منها فيتامينز، ما بتاخديش منها مينرالز، بتاخد منها كالوريز وسيمبل شوجر. ماشي ماشي، ما هي ما انا شخصيا ما بحبش احرم الناس عندي من الشوكليتس على فكره، يعني دايما بقول لهم يعني ليكوا في الاسبوع مثلا بار عقلتي الصباع كده مرتين مثلا، او لما يبقى فري لما يبقى فري بقول لهم مثلا جايين خاسين مثلا 3 كيلو ولا حاجه، انتوا تاني يوم روحوا كلوا وحلوا براحتكم، او كلوا شوكليتس براحتكم بس مش علبه يعني، فاهمه؟ كل حته يعني كل واحده محترمه، انا ما عنديش مشكله. او كلي مثلا ايس كريم ميجا ما عنديش، بس ما تاكليش علبه، فاهماني؟ لان في ناس مش مدمنه، في ناس فظيعه، في ناس فظيعه. تمام. السيمبل شوجر موجود برضو في الفروتس طبعا، طبعا في الهاني، في الميلك. الشوجرز اللي بنحطها على الكوكيز بقى والكانديز والسوفت درينكس، الحاجات دي كلها بتدخل تحت كاتيجوري السيمبل شوجر. في حاجه على فكره يعني احنا بنسميها في النيوتريشن امتي كالوري. يعني ايه امتي كالوري؟ امتي كالوري يعني بالظبط كده سعرات فارغه، احنا بناخد سعرات فارغه خالص خالص. دي بقى ولا هرمونز ولا غير هرمونز، انت بتدخلي جسمك حاجه كل اللي بتعمله انها بتاذيكي فقط، وبتبوظ حاجات كتير في كل السيستمز بتاعت جسمك. دي اسمها امتي كالوريز. كانت جايه لي سؤال في البوست جراديوت ده. طيب الكومبلكس كارب بيبقى شوجرز لينكد توجذر كيميكالي تو فورم لونج تشينز، زي ما قلنا الستارش افود سبستانس ذات ميد
and stored in most plants provide long lasting energy. بنحتاجه بيفضل قاعد فترة طويلة، بنقعد ناخد منه energy طول ما هو قاعد، اللي هو الفايبرز أو الستارش بمعنى أصح في جسمنا، زي مثلا الجرينز، الرايز، السيريالز، الويت، تورتيلا، الهول ويت رولز. تورتيلا ده نوع من أنواع العيش، اللي هو العيش الرفيع خالص ده، تمام. طبعا البطاطا والبينز فيه حبوب، والبطاطا دي فيها نسبة ستارش، فيها نسبة نشويات. عندنا البسلة الناشفة فيها نشويات على فكرة، يعني في خضروات فيها نشويات. يعني لما بقى نحسب كمية سوري كارب، لما بقول للناس، بتاكل لوبيا، بتاكل بسلة، بتاكل بطاطس، الكلام ده كله فيه كارب، فانا بحسبه لما باجي احسب عدد الكربوهيدرات في التوتال كالوري، بخصم الكلام ده مش بزوده عليه، تمام. ده هنقوله في الميل بلاننج طبعا. طب ايه الفايبر بقى؟ الفايبر احنا قلنا حاجه مهمه جدا جدا للجسم، عشان كده لازم نتكلم عنها لوحدها. هي طيب طبعا في كومبلكس كربوهيدرات، بتعمل سوفتنينج للستول، بتريديوس الهيمورايدز اند دايفيرتيكلي. الناس عندي اللي بتيجي عندها مشاكل بواسير وامساك ومش عارفه ايه، دايما بقول لها تاكل حاجات فيها فايبرز كتير، بتاكل الحاجات اللي هي زي مثلا الشوفان، الشعير، تدخل حاجات هول جرين في اكلها بوجه عام يعني، خلاص ده بيحسن الهضم جدا عندهم. في حاجه مثلا اقول لكم عليها، اللي هي اقراص الرده، دي جميله جدا للناس دي، اقراص الرده، البران تابلت ده رائع للناس دي. وللاسف عندنا في اغلب الصيدليات ما بيلاقوهوش او بيلاقوه ناقص، فبيدوهم خميره، بيدوا للناس اقراص خميره مكان اقراص البران. طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. انا اقراص الخميره اليست دي بديها للنحافه، انا بديهم للنحافه. البران بديها للناس الاوبيز، بديها للناس عايزه تخس، بديها للناس اللي عندها كونستيبيشن. ممكن 3 او 4 بيفور افري ميل، وتشربي ووتر كتير جدا. بصي هقول لك حاجه، هو بيتنافس مع ابزوربشن بتاع حاجات، انا معاكي، بس احنا نحاول نفصله عن الاكل. ما انا عشان كده بقول لك قبل الاكل مش اقل من ساعه افصلي. لا ما هيش كالوري، ما تحطيهاش اصلا ككالوري، انا بحطها كحاجه للشبع. مثلا الناس اللي بتجوع بالليل بقول لها على المغرب كده او العشاء، خدي مثلا 3 او 4 تابلتس واشربي ووتر كتير، بتقول لي انا ببقى ممتلئه لدرجه اني مش قادره اتعشى، فاهماني؟ عندي، ايوه بكتبه. لا بصي اغلب السيليوم، الحاجات اللي هي في ساتشس اسمها سلتاج، ماشي، سلتاج، اغلب الحاجات دي بتبقى الشركات ما يعني بتنزلهاش في صيدليات، معنى صح بتنزل في السنترز. يعني انا شخصيا عندي، بس المندوب بيجيب لي علبه انا اللي بديها للناس، فهمتيني؟ لكن مش هيسيبها في صيدليات. ما بصي دي بتعمل بالك، دي بتعمل، عارفين البالون المعدي، البالون بتعمل زي البالون فعلا، بس بتبقى كمان الياف ناتشرال، اللي هي السيلينيوم زي ما انت بتقولي كده، بياخدوها في نص كوبايه ميه، هي اسمها في حاجات اسمها سيلاكس، في سلتاج، هي اسمها كده، في نص كوبايه ميه، تشرب ميه كتير برضه، هي الفكره في الميه على فكره. فبتقعد تكبر تكبر تكبر، تعمل كوره، بعديها ما تقدريش تاكلي. كل بصي هو الاثنين، بصي الاثنين كميكانيزم واحد، تمام. بس انا رايي طبعا السلتاج افضل، السلتاج مع الناس جايب مع الناس نتيجه احلى. الرده ساعات الناس يعني بتاخدها 3 4 5 حتى، يعني بتقعد بعدها مثلا ساعه ساعتين ثلاثه، ممكن يكون تقصير في الميه. يعني انا دايما بحس ان انتم مفكرين البرشامه دي هتشبعكم، هي مش برشامه، هي مش سبلمنت على فكره، مش بتاع تخسيس، هي مش برشام تخسيس. يعني في برشام تخسيس بيخسس فعلا، او بيقفل الشهيه، بيقفل الساتايتي سنتر، بيقفله، بس ده مش البران، ده حاجه، ده قصه ثانيه خالص، هنتكلم عنها في اخر محاضره ان شاء الله، اللي هي السبلمنتس، تمام. لكن ده اشربي ميه كتير هيعمل نفس تاثير السايلاكس. لا لحاجه، لسبب واحد، مش عشان الادويه تشتغل، عشان الادويه ممكن تعمل جفاف. الادويه دي بتسحب الميه من الجسم بشكل رهيب،
تمام. وبتخلي البيشنت دايما يجي يقول لي بعد مثلا شريط برشام، انا بصي هو مبدئيا انا اجنست البرشام عشان ابقى واضحين، بكتبه في بعض حالات، الحالات اللي هي عندها ريزيستنس رهيب. في ناس ممكن يحصل انسولين ريزيستنس لمده شهر على فكره او شهرين، ولا يمكن تنزل على الميزان، لا يمكن. فيزيكال اكتيفيتي نعلي، علينا فيزيكال اكتيفيتي، الكالوريز تمام، انا ماشيه وتحليف بالله انا ماشيه زي ما حضرتك مديالي بالظبط، لا خلاص بقى ما باليد حيله، انت هتاخدي سبلمنت. وانت يعني انت ممكن تكتبي سبلمنت، انت بصي اصلا انت دايتيشن. لا مش للدرجه دي، لا مش الدرجه دي، هي بتبقى ليها تكات كده. لا لا لا، 3 4 ايام يبقى انت بتبوظي كل اللي انت عملتيه. 3 4 ايام هتدخلي البيشنت في حاجه اسمها يعني زي بيقولوا فجعه الشوجر، شوجر جريفنج، شوجر جريفنج اللي هو بعد ما كان خلاص بقى هيلسي دايت هيلسي لايف، انا البيشنت لما بيجي الاول فيزيت بقول له انا عايزاك تبقى حياتك صحيه، انا هعلمك 1 2 3 4 طبعا بالعربي كده، بقول له انت كذا 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 كذا، هناكل كذا، هنعمل كذا، هنشرب، هنمشي، هنغير روتين حياتنا، كلام من لما انت تيجي بقك كده تقولي له اقعد 3 ايام كل زي ما انت عايز، نيفر انه يرجع تاني، مش هيقدر يكمل دايت تاني على فكره، مش هيقدر. هتلاقيه رجع هياكل كل حاجه وكميات رهيبه، تمام، جسمه خلاص بقى، وهيبدا يخزن تاني، وهتبدا انت تاني تقولي هنبدا هنشتغل من اول وجديد، بالعكس بالأسوأ. انت كده بوظتي الكيميكالز على فكره، بوظتي كيمياء جسم البيشنت خلاص. ما هوش بصي اصل طبيعه فيسيولوجيه الجسم معقده على فكره، ما هيش مش سيمبلي قوي كده. يعني انا دايما بقول للناس انتوا مش بالبساطه انك تتكي على زرار يلا نخس فهنخس، لو ده بالسهوله دي انا مش هشتغل شخصيا يعني، تمام. دي اول. ثانيا حته السبلمنت انا بديها قلنا في الحالات اللي هي دي بس، اللي هي الريزيستنس رهيبه. في بعض ادويه طبعا زي الكروماكس والكلام ده، بس ده مش وقتها هقول لكم عليها. دي بتكسر ثبات الانسولين، بتدخل كده تكسر اللينك اللي حصلت في الجسم، بوظت الدنيا. ساعات الجسم كده بيحلف والله ما انا حارق، يعني خلاص بقى مش حارق، انت لو عملت ايه مش حارق. فبنقعد ايه يعني، انا اخر حاجه بعتها له في التوبكس بعت له ارت اوف دايت اعتقد، يعني اللي هو فن دايت او ارت اوف ريجيم حاجه كده يعني. يعني هقول لكم فنون كده في الاخر كده او تكات اللي هي هتعرفكم، بس لازم تبقوا عارفين كل البيزكس دي قبلها، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين الكالوري، وعارفين ازاي تعملوا ميل بلان، ازاي تحسبوا للبيشنت اصلا. وفي بقى تكات معينه هتقف في وشكم لازم كتير تبقوا عارفين تحلوها ازاي، تمام. هنأجلها بس ايه لوقتها. طيب الفايبر بتعمل ايه كمان؟ بتعمل فيلينج. ايوه انا مش سامعاكي خالص على فكره، هو كان بيعلي منين؟ انا مش ايه هو الايه؟ ايه هو الايه؟ السلتاج، السلتاج اللي هو اللي زميلتكم قالت عليه، السيليوم اللي زميلتكم قالت عليه. هي مش سامعه بالظبط، انا مش فاهماها، انت مش سامعه السلتاج ولا السيليوم؟ انت عايزه نقطه ايه؟ السلتاج بيبقى فيه كومبوننت اللي هو اسمه السيليوم، بيبقى فيه فايبرز على فكره، يعني بيبقى مينلي فايبرز، وبيبقى بطعم حاجات بقى. يعني انا اللي عندي مثلا اورنج فايبرز مثلا حاجه ناتشرال وفيها السيليوم، بيعمل في المعده زي سبونج كده محترمه، بالميه بتبدا تكبر، بتبدا تعمل حتى البيشنت لو شافها في الميه على فكره، لو صبر عليها وشافها في الميه مش هيشربها. يعني انا جربتها لحد قدامي ما رضاش يشربها، لان هي ايوه لان هي عملت بلق كده، عملت زي كوره كده لزجه، شكلها بصراحه مش ظريف خالص، فالبيشنت قرف يشربها. قلت له لا، المنظر ده انا عملته عشان اقول لك ان ده يبقى في بطنك في معدتك، مش لا 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 خالص خالص، هي حاجه بسيطه غنانه خالص كده، هو زي ده بتفضل كده، وكل ما تزوديه ميه كل ما تبقى سبونجي شويه، فانت حاسه بامتلاء، تمام. في اي سؤال تاني؟ اما طيب الفايبر بيحصل فيه كمان بيريديوس الكوليسترول ابزوربشن والهارت ديز. طيب انواع الفايبرز ايه؟
انواع الفايبرز يا اما soluble يا اما insoluble. ال soluble eating food with soluble fiber reduce your blood cholesterol level and your risk of developing heart disease. ال good sources ال wheat ال bran ال barley ال rye ال oats ال whole grain ال pasta ال breads ال cereals. طبعا كل دي انواع شعير وحبوب وحاجات whole grains زي اللي انا قلت لكم عليها بالظبط، والشوفان ال oats اللي هي شوفان. ال insoluble binds with water to help reduce bowel movement, prevent constipation, associated with reduced risk of colon cancer. The good sources, the wheat, produce leafy vegetables and fruits. The insoluble غالبا اللي احنا بنلاقيها في الفواكه، تمام؟ يعني ال soluble fibers غالبا اللي موجودة في الأكل النشويات اللي هي الحبوب زي ما اتفقنا، الحبوب الشعير الشوفان ال whole grain العيش الباستا. ال insoluble بقى اللي هي موجودة دايما في الفروتس والفيجيتابلز، تمام؟